قال الجيش الإسرائيلي إن صفارة الإنذار دوت في شمال إسرائيل بعد تحديد أهداف جوية قادمة من لبنان. الجيش الإسرائيلي قال إنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية وإن الهجوم أدى لإصابة جندي وضابط بجروح متوسطة. الجيش الإسرائيلي أضاف أن خدمات الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في المنطقة نتيجة للهجوم. من جانب حزب الله قال في بيان له إنه نفذ هجوما بسرب من المسيرات على قيادة الفرقة التاء 91 في ثكنة إليت حشحار ردا على الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. الحزب أكد أن الهجوم خلف عددا من القتلى والجرحى بين الجنود. يقعدني في الغد خد 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 ملاك إذا بومي. لمزيد من التفاصيل والمعلومات من رام الله أرحب بمراسل الحدث الزميل فالح نصير. مرحبا فالح، صباح الخير، ما الذي يدور في إليت حشحار؟ نعم سعد، حسب المعلومات الأولية الواردة فإن جندي وضابط أصيبا ونقلا للمستشفى في الهجوم بطائرة مسيرة على عيالة هاشحار في منطقة الجليل في شمال إسرائيل. الجيش الإسرائيلي قال أنه رصد أهدافا جوية مشبوهة عبرت من لبنان وتم التصدي لها في مدوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل، وتعمل طواقم الإطفاء على السيطرة على حريق اشتعل بالمكان وتحاول إخماده. هذه المعلومات الأولية حتى هذه اللحظة. مسيرة عبرت من لبنان باتجاه الحدود الشمالية لإسرائيل وجرى إصابة جندي وضابط، لكن بالفعل سعد هناك حالة تأهب واستنفار ممزوجة بالترقب تخيم على المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي وكذلك على الشارع الإسرائيلي جراء إمكانية تنفيذ إيران وحزب الله أو التنظيمات الموالية لإيران في سوريا والعراق أو من جهة الحوثيين هجوما على إسرائيل في ظل هذه التحذيرات لترفع إسرائيل حالة الجاهزية للدرجة القصوى، ودرست كل الخيارات حول إمكانية الدفاع أو الهجوم والرد على مصدر الخطر بالنسبة لإسرائيل. هناك وعيد وتحذيرات من قبل القادة العسكريين الإسرائيليين كما توعد بنيامين نتنياهو بالرد والدفاع عن إسرائيل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تعليمات للإسرائيليين ودعتهم للالتزام بها، فضلا عن أنها دعتهم لتخزين كميات من المياه والشراب والطعام لعدة أيام وأن يبقوا قريبين من الملاجئ، لا سيما الذين بقوا عند الحدود رغم أنهم أضحوا قلة قليلة بعد أن غادروا هذه المواقع. هذه الإجراءات الاحترازية فالح عذرا يعني على المقاطعة فقط هي للمستوطنات في الشمال أم لا معممة حتى من يقتلون تل أبيب والمناطق الأخرى، باعتبار أن دائرة الأهداف أيضا تحدثت فيها مصادر إسرائيلية أن تل أبيب واحدة من بنوك الأهداف المتوقعة؟ بالفعل سعد، هذه التعليمات هي شاملة وعامة لكافة الإسرائيليين في كل أماكن تواجدهم حتى في المناطق البعيدة. نحن لا نتحدث عن الذين يقطنون في المناطق الحدودية الذين غادروها، لم يتبقى سوى قلة قليلة، يعني عدد لا يذكر من العائلات التي بقيت في المناطق الحدودية، معظمهم غادروا ويعني المستوى أو إسرائيل أو تل أبيب قامت بتوفير أماكن إقامة لهم ربما بعد 7 أكتوبر حتى هذا اليوم. هذه التعليمات الصادرة من الجبهة الداخلية دعت الإسرائيليين للالتزام بالتعليمات، البقاء بالقرب من الملاجئ، تخزين كميات من المياه والشراب وكذلك من الطعام، كذلك تل أبيب
قامت بشراء وتوفير أجهزة اتصال متصلة بالأقمار الصناعية للوزراء، وزودت بها المستشفيات أيضا، ورفعت حالة الجاهزية لدى المستشفيات، وحتى تعمل إسرائيل على توفير مستشفيات ميدانية في مواقف السيارات تحت مباني المستشفيات إذا ما احتاجت لذلك. بطبيعة الحال كل العيون يعني تتجه وتراقب من أين سيأتي الرد الإيراني، مع أن التوقعات بأن يكون الرد في أي لحظة، وهناك من رأى بأن الرد تأخر حتى هذه اللحظة، لكن إسرائيل رفعت حالة الاستنفار على مستواها السياسي وكذلك العسكري. نعم فالح، وأنت موجود على الأرض، كيف نفهم أن كأنما تشعر أن التركيز والحذر أكثر على الجبهة الشمالية لإسرائيل، حتى من تحذيرات الحكومة، المناشير، الحرص، يعني هذا تفسيره؟ هل لماذا تشعر حكومة نتنياهو أن الخطر الأكبر قد يكون من هجمات حزب الله وليس العكس، إن كان هذا يبدو ربما عنصر المسافة، الزمن، المباغتة، لا أدري يعني. نعم. أنت الأدرى. لأن منذ 7 أكتوبر أو يوم 8 أكتوبر بدأ حزب الله اللبناني في توجيه المسيرات وتوجيه الصواريخ وكذلك إطلاق النار، استهداف هذه المواقع على الحدود الشمالية نظرا لقربها، ودخل حزب الله على هذه الجبهة وفي هذه المواجهة إسنادا من لحركة حماس في قطاع غزة، وكان هناك اغتيالات في العمق اللبناني وهناك قادة عسكريين كبار حزب الله. هذه المنطقة ظلت هي المنطقة الساخنة، لكن إسرائيل اليوم تفتح العيون على كافة الجبهات، تخشى من أن يأتي الرد من الأراضي السورية من قبل التنظيمات الموالية لإيران، أو ربما من العراق كما جرى في سابق الأمر، أو من إيران، أو حتى من اليمن من قبل السوريين بعد وصول آخر مسيرة لتل أبيب. من رام الله مراسل الحدث الزميل فالح نصير، أشكرك على كل هذا التفصيل والإيضاح.